ورحب بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. مرة جديدة يدخل المغامر اللبناني ماكسيم شعيا عالم المخاطر من الباب الواسع، ويحاول تسجيل إنجاز جديد للبنان من خلال رحلة بحرية مليئة بالمغامرات. الهدف من هذه الرحلة التي تنطلق من أستراليا تجاوز المحيط الهندي بقارب يدوي وبمساعدة فريق مؤلف من شخصين، ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة حوالي 3 أشهر. المزيد من التفاصيل حول هذه المغامرة للبطل اللبناني ماكسيم شعيا في التقرير التالي للزميلة ساندرا سعد. المغامر اللبناني ماكسيم شعيا يتحدى نفسه والطبيعة من جديد، ويتمثل التحدي هذه المرة في اجتياز المحيط الهندي في مركب تجذيف انطلاقا من مدينة بيرث غرب أستراليا وصولا إلى جزيرة موريتيوس شرق أفريقيا. وإن الله راد، يعني بعد كنا عم نحكي إنه أنا بدي أعمل كذا، أنا بدي أحاول أقطع المحيط الهندي بالتجذيف، مع العلم أنه أكثر من 60% من المحاولات فشلت. ماكسيم شعيا منهمك في تحضير مركبه الذي أطلق عليه اسم تريو، ويرافقه 2 من زملائه ليجتازوا 6500 كيلومتر خلال 90 يوما في وجه مخاطر البحار. هالمركب هيدا سريته من شخص من كرواتيا كان أوريدي قطع فيه الأطلسي، بس الأطلسي منه كبير قد الهندي، بقى جبرت عدل فيه كتير، غيرت كتير قصص فيه وجددته كله سوا. لأول مرة لح فيه الجمهور يشاهد شو عم بصير على الشخطوط أوقات لايف، لأنه في عندي كاميرتين، واحدة على هالصارة واحدة على هديك الصارة. إنجازات ماكسيم في تسلق القمم 7 في العالم والأقطاب 3 أعطته خبرة ومعرفة فيما قد يحتاج إليه في مغامراته المقبلة، فلم ينسى أي تفصيل. هدول الثلاثة كلهم سولار بانلز والويند ميل بيعطوني كهرباء تغذوا البطاريات، عندي بطاريتين، عندي جهاز هون بيكرر مية البحر حتى أقدر أشربها. في غرفتين صغار، الغرفة الأساسية هي ورا يلي فيها كل الإلكترونيك إكويبمنت. هيدولي للملاحة نحن وبرا، هيدي الدفة اشتغلنا عليها كتير، وهيدي فيتي لجوا، في عندي أوتو بايلوت جوا، بما أنه هيدي شغلة معقول تنتزع كتير، في عندي 2 سبير. هيدول 2 الأنتناز للفي اتش اف، يعني إذا بدي أحكي مع شخطور بستعمل في اتش اف، يعني هاند هيل. هدول بحط الأكل هون، المي بنحط هون وهون وهون. لازم يكون في عندي 200 لتر مي، هيدول اللي بسموهم بالاست، هذا التقل يلي بيمنع الشخطور انه يبرم. هيدي الفي اتش اف تبعيتي، هيدا الاوتو بايلوت، هون فيني شيك اذا بطاريتي معبيه او لا، وهيدا تابلو الكهرباء. تعلمت من خلال المغامرات السابقه انه جسم الانسان اله خارقه خلقها ربنا، وهالجسم اذا كنا صبورين قادر يتاقلم باي محيط بتزتيه فيه. يبقى لنا أن نتمنى لماكسيم شعيا رحلة موفقة في تحقيق إنجاز جديد يضيفه على سجله الحافل. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت. ونبقى مشاهدين مع المغامرات والرياضة والمزيد مع زميل عمر جميل في دبي، ومحطتنا الرياضية الأولى إليك عمر. شكرا لك يا منى، وتحية لك ولكل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تحتدم المنافسة شيئا فشيئا مع اقتراب التصويت بين المرشحين الأربعة وانت